شكرا لك سمر. مشاهدينا الكرام بنصبح عليكم جديد دائما بكل خير بقافلتنا ومشوارنا صباح اليوم معكم من العاصمه الحبيبه عمان وتحديدا من منطقه بيادر وادي السير من بدر الجديده. راح نحكي عن هذه المنطقه الجميله جدا وراح نسمع من الدكتور صالح الشراب العبادي دكتور وهو عضو مجلس محافظه. صباح الخير دكتور يعطيك العافيه. صباح الخير سيدي. صباح الخير استاذ رعد وصباح الخير لمؤسستنا العريقه العتيده مؤسسه الاذاعه والتلفزيون. صباح الخير يا اهلا وسهلا فيكم في منطقه بدر وفي لواء وادي السير حقيقة. نعم. احنا بصراحه اليوم حبينا نحكي ونفرج المشاهدين هاي المنطقه الجميله ونعرف اكثر عن بدر الجديده. صباح الخير للجميع وصباح الخير للوطن وصباح الخير للاهل والعزوه والاقارب. صباح الخير لجميع المواطنين الان في الذي يشاهدونا في على شاشه التلفزيون الاردني وكل الشكر لكم جميعا على هذا اللقاء وهذا الاطراء. حقيقه اليوم نحن في منطقه او في لواء وادي السير حقيقه تحديدا وفي منطقه بدر جديده بمناطقه الثلاث اللي هي منطقه بدر جديده ومنطقه وادي السير الممتده الى عراق الامير البصه ومنطقه مرج حمام الى ام عبره. و اللواء حقيقة هو واسع جدا، اللواء تقريبا 160 كيلومتر اتساعه ومن ثم وأيضا يقطن فيه بحدود النصف مليون نسمة تقريبا. هذا اللواء يمتد حقيقة هو في ناس لما يسمع اللواء وادي السير أو مناطق وادي السير اللي هي بدر جديدة ومرج الحمام ووادي السير يعتقد أنه فقط اللواء هو البيادر ومذينة، لكن هو اللواء يمتد من أطراف ماحص إلى وادي شعيب إلى الجد المجهول إلى العدسية إلى سد الكفرين ومن ثم يرتفع عند طريق نعور ومن ثم يأخذ هذه المنطقة الشاسعة جدا. هذا هو لواء وادي السير. كم تقريبا المساحة؟ تقريبا 160 كيلومتر أخ. 160 كيلومتر بيادر وادي السير. لا لا اللواء. 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 نعم سيدي. نتحدث ايضا بجزء احنا الان اشجار السنديان وجبال وادي السير موجوده، هاي المناظر الرائعه جدا والاطلالات الجميله. نتحدث ايضا عن نسبه الزوار، يعني دائما ندعو كل الاخوان يزوروا هذه المناطق الجميله. حقيقه اخ رعد هاي المنطقه لواء وادي السير ومنطقه بدر جديده ومناطق الاخرى سواء كان مرج الحمام او وادي السير او القرى البعيده، هذه المنطقة تعتبر مناطق سياحية من درجة أولى. أولا مناطق سياحية لإرثها التاريخي حقيقة في الأحراج والمزروعات اللي فيها أو الأحراج الطبيعية مثل أشجار السنديان والذي يتجاوز عمره 200 أو 300 أو 400 سنة في بعض الأشجار أو 500 سنة. هذه الأشجار وأشجار الفش وأشجار البطم وأشجار العبهر وأشجار القيقب، وهذه المنطقة تعتبر هي حقيقة يعني لو احنا الآن استعرضنا عمان كاملة هي البقعة الخضراء الوحيدة التي تحد عمان من الجهة الغربية. هذه المنطقة هي أحراج كبيرة وأحراج فيها أشجار ضخمة جدا وفيها حقيقة وجهة سياحية رائعة جدا لكل من ينشد السياحة في هذه المناطق الرائعة الممتدة غرب وادي السير ومن ثم لأطراف الغور تقريبا. نعم سيدي. ايضا استاذ صالح حابين نحكي عن المناطق المجاوره لمنطقه او لواء وادي السير، المناطق المجاوره تحديدا من الشمال والشرق والغرب يعني كافه المناطق. نعم يا سيدي، اللواء ومناطقه او مناطق بدر يعني يحدها من الشمال تقريبا صويلح وماحص ومن ثم من الجنوب حتى لواء نعور ومن الغرب يحدها الغور ومنطقه الشونه ومن طبعا وهي ملاصقه لعمان من جهه العاصمه عمان. المنطقه غنيه بتراثها، غنيه بإرثها وغنية فيها هناك من كثير من الآثار حقيقة. جالسك على المناطق السياحية والأثرية موجودة داخل. نعم نعم يا سيدي، هاي المناطق مناطق أثرية ضخمة جدا. في هناك أكيد تعرفوا قصر العابد في عراق الأمير وأكيد هناك مناطق أثرية وهناك مغر أثرية وهناك مواقع أثرية عديدة جدا لا يمكن حصرها، وهناك أيضا مقامات دينية مقام سيدنا بلال الذي أقام فترة من الزمن في هذه المنطقة. هاي المنطقة اللي تروها أمامكم هي اسمها أحواض بلال. نعم هي حوض بلال، وهذا بلال موجود مقامه في هذه المنطقة أيضا وأقام. هناك زوار كثيرين يجوا لهذه المنطقة سواء كان للمقصد السياحي. المنطقة سيدي أستاذ رعد حقيقة يعني هي غنية في ثروتها الطبيعية والخضرة حقيقة، ونحن يعني جميعا يجب أن نتساعد في إبقاء هذه المنطقة وإبقاء هذه الأشجار قائمة والتي عمرها مئات السنين حقيقة. هناك يجب أن يكون هناك خطة استراتيجية حقيقية، وأنا تواصلت مع المسؤولين خطة للمحافظة على هذه الأشجار. يعني الآن في تعدي على الأشجار من قبل الملكيات الخاصة، يعني الملكيات الخاصة مثلا واحد ملكية خاصة لكن فيها أشجار سنديان عمرها مئات السنين، ونتألم حقيقة نتألم عندما تقطع
شجرة من هذه الأشجار، لأن أنت بدك 500 سنة حتى تزرع شجرة وحتى تصير مثل هذه الأشجار اللي تراها أمامك يا أستاذ رعد. رسالة ممكن نوجهها الآن على الهواء مباشرة، أنه أي شخص حاب يزور هذا المكان ويستمتع بالمنظر، لأنه ندير بالنا على الطبيعة الرائعة جدا، وهي هي طبيعة هي عندنا حقيقة. والله يا أستاذ رعد أنا آسف أن مقاطعتك، عندنا مبادرات شبابية رائعة جدا هون للمحافظة على هذه البقعة الرائعة جدا من الوطن حقيقة، يعني للمحافظة على الأشجار حتى الزوار، يعني احنا نعمل ورشات عمل للمحافظة، ومن ثم بعد ما ينتهي الزوار أيضا نعمل ورشات عمل للتنظيف، ونأمل من كل الزوار للمناطق السياحية في منطقة لواء وادي السير وبدر جديدة ومنطقة البحات ومنطقة عراق الأمير أن يحافظوا على هذا الإرث الطبيعي الرائع جدا الذي احنا يجب أن نحافظ عليه ونتشبث به بأسناننا حقيقة، حتى نحافظ على هذه القيمة الإرثية الرائعة جدا. ونسأل الله أن يعني يكون هناك نظرة لهذه المنطقة، لأن هذه منطقة سياحية بامتياز سياحية، وأن يكون هناك للسياحة دور فيها حقيقة لوضعها الجمالي الطبيعي. يعني نعمل أن يكون هناك على سبيل المثال مناطق سياحية، ممرات للمشي فيها، يكون هناك مستشفى سياحي علاجي في هذه المنطقة. أنت تعلم أنت الآن تقف على منطقة أخي، لو يكون هناك مستشفى سياحي علاجي أنا متأكد أنه راح يأمه كل العالم تأم هذا المستشفى، سواء كان شتاء وصيفا أستاذ رعد. وحقيقة أنا بدي أكون صريح معك، المنطقة يعني معظمها مزروعات، معظمها زيتون، معظمها لوزيات، معظمها كلها مناطق بساتين رائعة جدا، أشجار التين كلها. لكن المنطقة إذا احنا يعني ما عالجنا موضوع الصرف الصحي سنجد أنفسنا حقيقة تدمير لهذه البيئة، سواء كان تدمير للتربة بسبب المستنقعات اللي هي حفر انتصيه المقصود فيها تحت القرى، التجمعات السكنية أصبحت الآن مؤثرة تأثير قوي جدا على البيئة، على المزروعات، وأيضا على المواطن. يعني لما المواطن هي عبء مالي، نعم على المواطن أكيد هي عبء مالي. ولكن أيضا أستاذ صالح أنا حاب أسألك عن أهالي منطقة بدر الجديدة، أكيد الرائعين جدا، لأي زائر حاب يزور هذا المكان شو بتوجه كلمة لكل المشاهدين اللي حابين يزوروا هذا المكان؟ والله يا سيدي أنا أوجه يعني كلمة لكل من يزور هذا المكان الطبيعي، المكان الرائع، يمكن هاي سواء كان في الوادي السير وقرى وبدر جديدة، أقول لهم يعني يجب المحافظة على هذه المنطقة، وزوروا هذه المنطقة واستمتعوا في المناظر الخلابة الطبيعية حقيقة التي تأسر الأفئدة، حقيقة تأسر الأفئدة. أنت وأنت مر من وادي السير لغاية بدر أو من وادي السير لغاية عراق الأمير أو تنزل، أنت ترى وتقول أنا وين، يعني معقولة أنا في من الأردن. هذه المنطقة الإرث الطبيعي يجب أن نحافظ عليه سواء كان من الزوار أو المواطنين. وأنا حقيقة ندعو جميع كل السواح وكل أن زيارة هذه المنطقة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية خاصة في الجو الرائع في الصيف. وشكرا لكم يعني حقيقة، وانتم الان متوجهين ايضا على 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 عمل خيري اللي هو ايضا نشكره، اللي هو مؤسسه بستان عواد ومؤسسه جبال وادي السير. ان شاء الله هذه المؤسسه الفتيه طبعا راح يكون فيها جميع الاكلات الشعبيه. هناك تجانس اخي رعد، هناك تجانس بين سكان المنطقه، يعني المنطقه الغربيه هاي كلها طبعا يعني اصلا فيها عبيد، يعني سواء بعشائرها الثلاثه اللي هي المناصير والفقاهه والزيوت عادي مو الان المنطقه كمان ايضا فيها عشائر الشركس، فيها عشائر بني قيس، وفيها عشائر كل العشائر موجودة فيها. هناك تجانس ثقافي رائع جدا بين هذه العشائر، تجانس ثقافي رائع جدا، وكلهم يسعوا إلى المحافظة على هذه المنطقة. نعم يا سيدي. يا أستاذ صالح شراب العبادي شكرا لك ويعطيك ألف عافية على هذه المعلومات الجميلة عن منطقة بدر الجميلة، شكرا لكم ويعطيكم العافية. شكرا يا سيدي وبارك الله فيك، وشكرا للتلفزيون الأردني، وشكرا لهذه اللفتة الرائعة حقيقة لمنطقة بدر والوادي السير إجمالا إن شاء الله. ونتأمل إن شاء الله التوفيق للجميع إن شاء الله. وشكرا أستاذ رعد، وشكرا للطاقم الموجود الآن، وغلبناكم اليوم إحنا يعني وأنت جاي. شكرا يا سيدي بارك الله فيك، الله يسلمك. إذن مشاهدينا الكرام زي ما سمعنا أستاذ صالح شراب العبادي عن منطقة بدر الجديدة، هذه المنطقة الجميلة جدا بأهلها وناسها، وأيضا هذه المناظر الخلابة والأشجار الحرجية.